تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، صبحكم الله بالنور والسرور والعافية، ودائما نصبح عليكم بروح التفاؤل والطاقة الإيجابية. نرحب فيكم مستمعين الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي. اليوم نرحب بفريق العمل عندنا في الإعداد، فريق هيئة الصحة في دبي، ومعانا اليوم في التنسيق والمتابعة الأستاذة إسراء الهاشمي، ومخرجنا المبدع اليوم معانا الأستاذ أيمن سرحيل. وفي التقديم اليوم معاكم مقدمتكم ومحدثتكم دكتورة هند العوضي. مستمعين الأعزاء، تقدرون تتواصلون معنا من خلال هذا البرنامج على الأرقام التالية 600551414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006. قبل ما نبدأ حلقتنا، مستمعينا كل عام وأنتم بخير ورمضان مبارك، واستغلوا هذا الشهر في تبني أنماط حياة صحية. وأيضا أرجع أذكركم مستمعينا اللي ما حصل على اللقاح يبادر بالاتصال وأخذ موعد لحصوله على اللقاح في أقرب وقت ممكن. حلقتنا اليوم شيقة ومليئة بالأخبار والمناقشات. خبرنا لليوم يتحدث عن الذكاء الاصطناعي يدخل مجال تشخيص أمراض الجلد. ابتكر فريق من الباحثين في الولايات المتحدة منظومة للذكاء الاصطناعي يمكنها تشخيص الإصابة بمرض تصلب الجلد، وهو نوع جدا نادر من أمراض المناعة الذاتية يؤدي إلى تصلب السطح الخارجي للجلد وبعض الأعضاء الداخلية بالجسم. ونجح فريق الدراسة في قسم الهندسة الحيوية بجامعة هيوستن الأمريكية في تفعيل البرنامج على جهاز كمبيوتر محمول قياسي يعمل ويستطيع التمييز على الفور بين صور الجلد السليم والجلد الذي تظهر عليه أعراض المرض. وقال الفريق الطبي أن المنظومة المقترحة يمكن توظيفها في المراكز الصحية من أجل توفير وسيلة غير باهظة ودقيقة لتشخيص مرض تصلب الجلد. وهاي الدراسة نشرت في الجامعة الدورية العلمية Journal of Ingredients in Medicine and Biology المتخصصة في مجال الهندسة الطبية والحيوية. طبعا كل يوم العلماء يبتكرون لنا وسائل جدا حديثة في التشخيص، وهذه إحدى الوسائل الغير مكلفة والسريعة جدا. ومن خبرنا لليوم ننتقل إلى أسماء الجناح اللي بتعطينا آخر مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي وما تم تداوله على صفحات الهيئة أو غيرها. صباح الخير أسماء. صبحكم الله بالنور سرور دكتورة عليكم وعلى كل مستمعي إذاعة نور دبي. شو عندك اليوم من أخبار حقنا؟ من ضمن الأشياء اللي نحن قاعدين نحطها، نحن مستمرين بنشر الرسائل التوعوية بخصوص شهر رمضان المبارك، وأيضا بما يتعلق بكوفيد 19 وطبعين. أمس كنا حاطين مجموعة من التنبيهات الغذائية المهمة لازم الأشخاص يتبعونها خلال شهر رمضان المبارك. وايد مهم ان نحن يعني حتى لو كانت النصائح يعني ممكن خطوات بسيطه او تغيير بسيط في جدولنا الغذائي خلال شهر رمضان بيساهم بشكل كبير في انخفاض مشاكل الجهاز الهضمي، انخفاض مشاكل العسر والحرقان، وهاي الاشياء اللي تصير بشكل كبير عند الكثير خلال شهر رمضان. وايضا راح تساعد في زياده نسبه مثل الايرون يسمونها او الميتابوليزم في جسم الانسان. خطوات وايد بسيطه، يعني هالخطوات انا قمت اسويها من تقريبا سنتين، والحمد لله حتى هذا رمضان اللي احنا موجودين فيه ما عانيت لا من حرقان ولا من مشاكل هضميه
وحتى الصيام سبحان الله يكون وايد حلو. ممكن يعني الناس يعني يحسن يبون ياكلوا الخضر واليابس قبل على الافطار، لكن يعني نتمنى انه شوي يعني نجزء من الاشياء المهمه تجزئ وجبه الافطار. لما الواحد ياكل مره واحده يحس انه خلاص يعني بس يبغى ينسدح وما يبغى يسوي شيء، لكن كل ما جزئنا الوجبات حتى فروضنا بنقدر نصليها بشكل افضل، يعني ما راح يكون وايد مصطلين. هذا بالنسبه للنصائح الرمضانيه. بالنسبه للاشياء اللي تطلع في قنوات التواصل الاجتماعي بخصوص التطعيم، نحن دائما نقول الاشخاص دام ان عندهم الرسائل النصيه القصيره بتفاصيل الموعد، الالتزام بالموعد الموجود في الرساله النصيه، والاهم انهم يحضرون قبل الموعد ب 20 دقيقه، وهذا لضمان سرعة حصولهم على الخدمة. وأحيانا الناس اللي يجون قبل 20 دقيقة يخلصون قبل ما موعدهم. يعني كل ما إن أنت التزمت موعد، كل ما أنت خلصت الخدمة بشكل سريع. وايد نشوف رسائل جميلة من المتعاملين اللي يعني ملتزمين بمواعيدهم، إنهم الخدمة خدمة التطعيم خلصت في 10 دقائق أو أقل. فيعني يعتمد أيضا بقاء الشخص في المركز على التزامه بالموعد المحدد. طريقة أخذ المواعيد هي طريقة سهلة من خلال تطبيق هيئة الصحة، يقدرون يشوفون المواعيد المتاحة. بشكل مستمر يتم عمل تحديث لهذه المواعيد، فننصح الأشخاص إذا ما حصلوا مواعيد خلال هاليومين أيضا يرجعون يشوفونها مرة ثانية، لأن تحديثات مستمرة وتوسعة الخدمة أيضا مستمرة. فهذه من ضمن الأشياء المتعلقة بالتطعيم. أما الخدمات الثانية، يعني نحن يعني من خلال التواصل مع المتعاملين في خدمات التواصل الاجتماعي انتبهنا أن الأشخاص يتحرون أن فقط التطعيم هو بالمواعيد، لكن نقول لهم أن تقريبا كل خدمات هيئة الصحة في دبي هي عن طريق المواعيد المسبقة، سواء كان طب الأسرة، سواء كان تطعيم، سواء كان PCR test، فكل الخدمات هي عن طريق المواعيد المسبقة. فنحن دائما يعني الموعد يوفر وايد من وقت المتعامل. هاي أيضا نحن توقع الناس بيتوقع أن بس التطعيم بالمواعيد، لا، جميع خدمات هي تصح بالمواعيد، لكن نحن دائما نأكد على التطعيم لأن هاي الخدمة اللي عليها الأكثر طلبا خلال هاي الفترة. وبما أن نحن الخميس وأغلب الجمعات في يوم الخميس، نحن بنذكر أن التجمعات هي فقط غير مسموحة، والأفضل والنصيحة المميزة واللي يعني راح تحميهم إن يختصرون وجبة الإفطار والسحور والمأدبة هاي على أفراد الأسرة اللي يعيشون في نفس المنزل. التجمعات لاحقين عليها إن شاء الله، لكن الصحة يعني الجمعة حلوة والصحة أحلى. فأعتقد هاي الأشياء كانت قنوات التواصل الاجتماعي، وهاي نصيحتنا قبل ما نختم. ودمتم بصحة وسعادة. ودمتي بصحة وسعادة. كانت معانا اسم الجناحي وتحدثت عن العديد من الأشياء. أنا بس حابة أركز قبل الفاصل مستمعين، أذكركم بأوقات العمل لمراكز فحص وتطعيم كوفيد-19 في رمضان. عندنا المراكز الفحص في نادي النصر ومول الإمارات وديرة سيتي سنتر، مجلس الراشدية ومجلس مينا جميرة المنطقة الأولى. الأوقات تختلف باختلاف الأماكن. نادي النصر من الساعة 8 للساعة 1 فقط، مول الإمارات وديرة سيتي سنتر من 9 الصبح إلى 3 المساء، المجالس بيكون من الساعة 8 المساء للساعة 1 بعد منتصف الليل. أما بالنسبة لمراكز تطعيم كوفيد-19 هو من الأحد للخميس كل المراكز بتكون شغالة من الساعة 9 الصبح لين 4 المساء، وعقب الإفطار بيكون من 9 المساء لين 12 منتصف الليل. بالنسبة للجمعة والسبت مواعيدنا بتكون فقط من 9 المساء لين 12 منتصف الليل، وفي العشر الأواخر من رمضان ما راح يكون في فترات عمل مسائية. هاي كانت باختصار أوقات العمل لمراكز الفحص وأيضا أوقات العمل لمراكز تطعيم كوفيد-19. مستمعين الأعزاء، بناخذ فاصل قصير وبنرجع لكم نكمل باقي حلقتنا. فاصل قصير وراجعي لكم إن شاء الله. صحة وسعادة. مستمعين
مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم في برنامجكم صحة وسعادة اللي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي. أرجع أذكركم بأرقام التواصل معنا مستمعينا 6005514 أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006. قبل الفاصل تحدثت أسمع عن أن اليوم الخميس الونيس، وأكيد في هذا اليوم والويكند الكثير من الأشخاص رح يكونون في تجمعات، فإحنا حابين ننصحكم مستمعين الأعزاء أن اقتصروا تجمعاتكم الرمضانية على الأقارب من الدرجة الأولى، وحاولوا أن العدد ما يتجاوز العدد المسموح لكم، لأن إحنا يعني صحيح أن هذا الرمضان جدا مختلف عن رمضان اللي طاف، لكن ما زلنا احنا نكافح جائحة كوفيد 19، فاحنا نبيكم تستمتعون في رمضان ولكن ضمن اجراءاتكم الاحترازية اللي حين صرتوا كلكم تعرفونها. ومن التجمعات الرمضانية بننتقل إلى تغذية المرأة المرضع خلال شهر رمضان المبارك. مستمعينا رح نتحدث عن التغذية السليمة للحفاظ على صحة المرأة المرضع وأيضا على صحة طفلها، وعشان نتحدث بالتفصيل عن هذا الموضوع يسرنا نستضيف معنا اليوم عبر الهاتف الأستاذة سهى نوفل أخصائية التغذية بهيئة الصحة في دبي. صباح الخير أستاذة سهى. صباح النور والسرور، أسعد الله صباحك. وصباحك أستاذة. لو تحدثينا عن الإفطار المثالي للمرأة المرضع خلال شهر رمضان. بداية كل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رمضان الكريم. طبعا الأم المرضع الحريصة أنها بدها تصوم وتكمل هذه الفريضة والصيام بالإضافة إلى أنها تمارس الرضاعة الطبيعية لطفلها، لازم تكون حريصة جدا على أنها تتناول نظامها الغذائي المثالي سواء على وجبة الإفطار أو على وجبة السحور، لأن كثير من الدراسات عندنا أثبتت أنها إذا الأم ما تناولت الوجبة الغذائية المتكاملة وأخذت المقدار الكافي من هذه المجموعات علمه ما بين الإفطار وما بين السحور يصير عندها نقص في كثير من المعادن خاصة المغنيسيوم الزنك البوتاسيوم، عشان هيك دائما احنا حريصين على ان الام تتناول غذاء صحي متكامل. حكينا عن وجبة الإفطار، طبعا هي وجبة راح تتناولها بعد انقطاع فترة طويلة عن الطعام، بيكون الجسم في هذه الأثناء تعب، صار في بعض الجفاف يعني بسبب عدم تناول الماء، لأنه زي ما الأمهات بتعرف إن أثناء الرضاعة الطبيعية أصلاً. أستاذ سهى شوي الصوت مو بواضح عندك، لو بنرجع بنتصل فيك أستاذ سهى ثواني. طبعا أستاذة سهى تتحدث عن موضوع جدا مهم، لأن المرأة المرضع حابة أيضا أنها تصوم شهر رمضان، فهي عشان تحرص أن تقدر هي تصوم هذا الشهر بدون ما يأثر على صحتها وبدون ما يأثر على مستوى الحليب عندها، فجدا مهم أن هي تعرف بالضبط شو هو الإفطار المثالي لها، شو هو السحور أيضا الصحي، رح تحدثنا الأستاذة سهى عن هاي الأشياء، وأيضا بتحدثنا عن بعض الأطعمة اللي تنصح المرأة المرضع أنها تبتعد عنها عند السحور. وبعد راح تحدثنا عن الأكلات اللي جدا مهمة على المرأة المرضع أنها تحرص على أخذها أثناء رمضان، وأيضا مو بس رمضان مستمعين الأعزاء، يعني هذه النصائح أيضا إحنا نقدر ناخذها ونطبقها أيضا في بعد شهر رمضان. كل مرأة مرضع تقدر تستفيد من النصائح اللي بتعطينا إياها الأستاذة سهى. وبعد مستمعينا بما أن ما زلنا احنا نحاول نتصل في الأستاذة،
راح نتحدث شوي عن التخصص، موضوع تخصصي أنا راح نتحدث عن كوفيد-19، بما أنه يعني أتوقع تعودت وإني أحدثكم عن هذه الأشياء. مستمعينا، حاب أذكركم بالمثلث الذهبي اللي أنتوا لازم تتبعونه أثناء وجودكم في أي مكان، وعشان تحمون أنفسكم وغيركم من انتقال العدوى كوفيد-19 إليكم ولغيركم، لازم جدا مهم أنكم تلتزمون بالنقطة الأولى، التباعد الجسدي بينكم وبين الآخرين ما زال جدا مهم وإحدى الطرق الجدا فعالة، وغسل اليدين، وأيضا النقطة الثالثة ارتداء الكمامات بطريقة صحيحة. هذا كان مثلثنا الذهبي. ومن كوفيد-19 نرجع لموضوعنا المرأة المرضع خلال شهر رمضان. أستاذة سهى، أيوة، توقفنا على أنه كنا نتكلم عن أهمية وجبة الإفطار ومحتواها للأم المرضع. زي ما حكينا، الأم المرضع يجب أن تكون حريصة على تناول وجبة الإفطار وأنها تكون هذه الوجبة صحية، لأنها كانت بعد انقطاع فترة طويلة من عدم تناول الطعام صار فيها نقص في السوائل، صار فيها نقص في المعادن والفيتامينات المهمة لصحة هذه الأم. فالأم أول ما بتبدأ، المفروض ما تبدأ في مثلا تناول عصير مركز حتى لو كان عصير طبيعي، لأنه هذا ممكن يعملها اختلاف وخلل في السكر في الدم، فتبتدأ بتناول بعض الفواكه المجففة أو التمر بالإضافة إلى الزبادي أو اللبن، لأنه التمر أو الفواكه المجففة بتعطيها توازن في نسبة السكر في الدم، ومن ثم الزبادي ببلش يعطيها مصدر للكالسيوم اللي انقطعت عن تناوله طوال هذه الفترة، وتشرب كوب من الماء، بعدين ترتاح فترة بسيطة وتحرص بعدين على لما تيجي تتناول وجبتها الإفطار إنها تحتوي المواد الأساسية، خاصة لازم يكون في عندها كمية كافية من البروتين حتى تستطيع إنتاج الحليب اللازم، لازم يكون عندها كمية كافية من الألياف حتى تتجنب مشاكل الجهاز الهضمي فيما بعد. تحرص على تناول القدر الكافي من الماء ما بين الإفطار إلى غاية السحور، يعني الأم بدها مش أقل من لترين مي خلال هذه الفترة، تشربها على مراحل ومش على دفعة واحدة. طبعا ومن الأخطاء الشائعة أختي الكريمة أنه الأم خاصة أول ما بتولد بيجي على شهر الصيام مثلا في فترة بسيطة، تعتقد أنه رمضان فرصة بالنسبة لي أنزل وزني. أنت كأم مرضع لازم يكون همك الأساسي توصل الكمية الكافية من الحليب للطفل. هذا الحليب يكون يحتوي على كافة العناصر، كافة المعادن اللازمة، البروتين اللازم. مسألة تنزيل الوزن بتيجي مع الوقت، لكن انك تمتنعي عن تناول بعض مثلا السحور او تمتنعي انك تتناولي بعض المواد الغذائية، هذا الاشي بضر في الحليب وكمية الحليب اللي راح يتناولها الطفل فيما بعد. طيب تحدثينا شوي عن الأطعمة اللي تنصحين المرأة المرضعة أنها تبتعد عنها عند السحور، خصوصا شو هي الأطعمة اللي ما تنصحين أنها تأخذها وقت السحور؟ عند السحور طبعا في البداية أخر السحور قدر المستطاع، لازم تأخر السحور من قدر السنة النبوية أيضا تأخير السحور. أيوة، لأنها إذا تناولت الساعة 12 الفجر بأذن تقريبا 4:30، أنت الساعة 12 لسه عندك 4 ساعات ونص، تقدري في هاي الفترة لسه الطفل حيرضع، أنت جايك نهار طويل، فأخر السحور قدر المستطاع. هاي أهم شغلة. الشغلة الثانية تتجنب المواد المالحة على السحور، سواء كان جبن مالح، سواء كان مثلا ايوه المخللات، لانها هذه بتعطيها شعور في العطش، وأريد الرضاعه بجميع الحالات بتستنزف سوائل من الجسم، فلي لا تتجنب الموالح في فتره السحور، تتجنب اخذ المواد اللي فيها كافيين
على فترة السحور. ما تتوقع ان لا انا باخذ شوية كافيين على السحور عشان يخليني مصحصحة بعدين عندي بدي ارضع بدي اعمل شغل البيت لا انت تجنبي الكافيين، لانه برضو الكافيين من الاشياء المضرة للبول، فبالتالي راح تقلل من كمية السوائل عندك. فتجنبي هذه الاشياء قدر المستطاع، وزيدي بالعكس من كمية الاطعمة اللي فيها بروتين، الاطعمة اللي فيها كالسيوم، والخضار والنشويات اللي فيها النشويات نسميها احنا المعقدة اللي هي الحبوب الكاملة، هاي اللي بتعطيكي الفيتامينات وبتعطيكي طاقة لبقية اليوم. جميل جدا أستاذة، لو تعطينا نصائح أخيرة للمرأة المرضع في شهر رمضان. المرأة المرضعة أولا الله يعطيها العافية إنها كونها بتكمل رضاعة طبيعية. نحييها نعم نحييها وبشدة بصراحة. نحكي لها دائما إذا احتجتي أولا أي استشارة تغذوية بخصوص الرضاعة وبرنامجك التغذوي خلال رمضان مع الرضاعة الطبيعية، لا تتردد نهائيا في زيارة عيادات تغذية في هيئة الصحة. تحرص دائما على تناول القدر الكافي من الماء، بنعيده بنكرر مسألة الماء جدا ضرورية، بتوزع الماء على فترات، لا يكون تناوله مباشرة مرة واحدة. تحرص على تناول مصدر للكالسيوم على فترة الفطور وفترة السحور، أو على الأقل لو ما بدها على السحور يكون كوجبة سناك، يعني وجبة ما بين الفطور والسحور، سواء كان مثلا روب، زبادي، جبن، حليب، لأنه تحتاج للكالسيوم إلها ولجنين إلى طفلها اللي عم بترضع فيه. تحرص على تنويع في مصادر المجموعات الغذائية، الفواكه المجففة برضو بتعطيها كثير من المعادن والفيتامينات اللازمة. أستاذة سهى نوف، الحديث معك جدا شيق، المعلومات اللي قدمتي لها لنا جدا يعني مفيدة، ونقدر نستفيد منها دائما حتى في شهر رمضان أيضا. كل الشكر، يعطيك ألف عافية. يعطيك العافية وأهلا وسهلا. كانت معنا الأستاذة سهى نوف، حدثتنا عن بعض الأمور اللي لازم المرأة المرضع تحط في بالها في شهر رمضان. جدا ركزت على إن هي تختار الأطعمة الصحيحة، وأيضا ركزت إن هي تأخر السحور قدر المستطاع إلى جانب تناولها الكمية الكافية من الماء. هاي كانت فقرتنا للتغذية المرأة المرضع في رمضان. مستمعينا بنطلع فاصل قصير وبنرجع لكم ونكمل حديثنا عن الأطفال. بيكون معنا دكتور خالد العطوي، راح يحدثنا أيضا عن الرضاعة الطبيعية. وفاصل قصير مستمعينا وراجعي لكم. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم في برنامجكم صحة وسعادة اللي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي. أرجع أذكركم بأرقام التواصل معنا مستمعين على الأرقام التالية 6005514114، أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006. استمر حديث نكمل حديثنا عن الرضاعة الطبيعية، لكن هاي المرة بناخذها من منظور آخر. احنا نعرف ان الرضاعة الطبيعية يعتبر افضل غذاء للطفل، وخصوصا خلال الستة اشهر الاولى من العمر، لما له فوائد كبيرة على صحة الطفل ونموه بشكل سليم. ومع حلول شهر رمضان المبارك تتساءل الكثير من المرضعات عن مدى تأثير الصيام على الرضاعة الطبيعية، وهل لذلك تأثير على صحتها وصحة طفلها. وعشان نتحدث أكثر بالتفصيل عن هذا الموضوع، يسرنا أن نستضيف معانا اليوم عبر الهاتف الدكتور خالد العطوي، استشاري طب الأطفال الخدج بمستشفى لطيفة. صباح الخير دكتور خالد. صباحكم خير وسعادة إن شاء الله، وشكرا على الاستضافة، وأنا أتشرف أن أنا أتكلم في موضوع مهم زي الرضاعة الطبيعية لعلاقته بالنشأة الأجيال القادمة إن شاء الله. إن شاء الله. دكتور، لو أول شيء تحدثنا عن أهمية الرضاعة الطبيعية للطفل بشكل عام.
تمام. زي ما قلنا ان الرضاعه الطبيعيه او حليب الام بالذات هو احسن غذاء بالنسبه للطفل، صحيح. ومهما حصل تطور في العلم لانتاج الحليب الصناعي المشابه للام ما حدش هيقدر يوصل لكده. هو لحاجه مهمه جدا وسبب مهم ان حليب الام يتكيف مع حالة الطفل وأوقات الطفل، في يعني يتغير مكوناته في الصباح عن المساء في الطفل أول لما يتولد غير لما الطفل يبقى يكبر شوية. فالحليب الأم يتكيف مع نمو الطفل ويتكيف مع احتياجات الطفل في الوقت دوت. صحيح. ودوت الكلام لا يوفره الحليب الصناعي خالص. أهم حاجة في الحليب الأم وأركز عليها جدا جدا اللي هو اللبق، اللي هو أول حليب يخرج من صدر الأم في الساعات الأولى من بعد الولادة. بالضبط. وهو السائل السميك الأصفر دوت غني جدا بالبروتين والأجسام المضادة. ودوت بتساعد على حفاظ على صحة الطفل. وبننصح الأم حتى تبتدي بالرضاعة مباشرة حتى بعد الولادة، يعني ما تستناش. كان الأول بنستنى، دلوقتي مباشرة بعد الولادة بنحط الطفل على صدر الأم وياخد هذا اللبق، لأنه قد كده مفيد وقد كده بيساعد الطفل لحماية صحته. بعد كده هو هنقول إن حليب الأم له فوائد للطفل نفسه وفي فوائد للأم. هنيجي نقول إيه هي فوائد الحليب الأم للطفل. احنا حليب الام في غني بالفيتامينات والمعادن اللي بيحتاجها الرضيع، ودوت بالاضافه ان هو سهل الهضم مقارنه بالحليب الصناعي. كمان حليب الام في مواد زي اللاكتوفيرين والليزوزومات والاحماض الدهنيه والكربوهيدرات، ودي بتساعد على حمايه الطفل من الامراض المعديه على الوجه الخصوص. في كمان برضو بالنسبة للطفل بيساعد على تحسين أداء الجهاز الهضمي لاحتوائه على الإنسولين والكورتيزول والأحماض الأمينية، فده بيقللي من حالات الإمساك والإسهال والاضطرابات اللي بتحصل للطفل خصوصا في الشهور الأولى بعد الولادة. نتيجة وجود الأجسام المضادة في حليب الأم دوت بيساعد على الطفل إن هو يقاوم العدوى والمرضى والمرض حتى في لما بيبتدي يكبر كمان. والأهم من كده إن هو بيساعد على الحماية من التعرض إلى بعض أمراض السرطانية في مرحلة الطفولة وخاصة سرطان الدم. بالإضافة إلى بيقلل لي بقى طبعا نسبة السمنة على المدى البعيد، الإصابة بمرض السكري اللي هو النوع الأول، وأمراض الحساسية والربو بشكل خاص. ده بالنسبة للطفل. من أهم حاجة اللي أقدر أقولها إن هو بيساعد على تهدئة الطفل ونومه بشكل جيد. ليه؟ لأن بيساعد الطفل إن هو يرتبط بأمه أثناء فترة الرضاعة ويحصل بينهم تواصل، ودوت بيؤدي إلى شعور بالراحة. ومن النقط المهمة جدا اللي هو لازم نذكرها إن هو وجدوا في الأبحاث إن الأطفال اللي هي بتاخد رضاعة طبيعية مستمرة بداية من الولادة نسبة الذكاء مقارنة بالرضاعة الصناعية أكبر منها. طيب ده خلصنا بالنسبة للطفل. طب بالنسبة للأم إيه فائدة الرضاعة الطبيعية؟ هتساعدها إن هي نتيجة إفراز في هرمون اسمه الأوكسيتوسينين. دوت بيساعد إن الرحم يرجع لوضعه الطبيعي بعد الولادة، وبرضه بيساعد في الوقاية من الإصابة بسرطان الرحم. برضو بعض الأمهات في أثناء فترة ما بعد الولادة بيتحصل لهم حالات اكتئاب وتوتر. الرضاعة الطبيعية في حد ذاتها بتساعد على التقليل من هذه الحالات الاكتئاب والتوتر والقلق اللي هو بتمر فيها الأم بعد الحمل والولادة. الأم نتيجة الرضاعة الطبيعية بتفقد وزن الزائد بتاعها. صحيح. نتيجة إن هي بتكون محتاجة سعرات حرارية زيادة لأنها بتحرق سعرات أثناء الرضاعة الطبيعية، وبرضه بيقلل لي من النزيف اللي بيحدث بعد الولادة. أهم نقطة بقى اللي هي هقولها دلوقتي إن هي بيوفر المال والوقت
عشان دوت الحليب بيكون جاهز. الحليب صحيح. بتكون حرارته مناسبة للطفل بينما الحليب الصناعي محتاج ان هو يتحضر ودوت بيستهلك وقت غير ان هو شيء مكلف للأهل. بالضبط. طبعا دكتور، هل من الممكن ان صحة الأم تتأثر بالرضاعة الطبيعية خلال شهر رمضان؟ طيب، سؤال حلو جدا، وخصوصا احنا في شهر رمضان الفضيل، وكل سنة وكلكم طيبين. عاوز اقول ان الصيام في حد ذاته دوت قرار شخصي، والام لازم، الام المرضعة لازم تكون عارفة النقاط التالية. في امور هتبقى للطفل وفي امور هتبقى للام، فلازم انا اهم حاجة الام تصغي او تنتبه تماما لاحتياجات جسمها واحتياجات طفلها. عن طريق ايه بقى؟ عن طريق الـ 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 بالنسبة لطفلها، عن طريق ان هو بعد الرضعة بيكون هادي ولا مش هادي، بيرتاح وينام ولا لا. الله يعزك، عدد مرات خروج وتغيير الحفاضات بيقل ولا لا. الله يعزكم برضو، لون البول بيكون داكن وغامق بالنسبة للطفل، فدوت يقول لي ان الطفل عنده نوع من انواع الجفاف، فما بياخدش الحليب اللي يكفيه او بياخد السوائل التي تكفيه. فكل دي امور لازم الام توزنها وتبقى حاسة بيها في اثناء فترة الرضاعة في شهر رمضان. هل من الممكن أن هي تصاب بالجفاف خلال شهر رمضان؟ وإذا كان يعني من الممكن أن هي تصاب بالجفاف، هل في ممكن أعراض هي تنتبه لها قبل ما أن تتفاقم الحالة عندها؟ تمام. طبعا ممكن يصاب نتيجة أن هي، بصي، هي إذا هي بعد من وقت الفطار لوقت السحور، لوقت السحور أو الفجر، هي بتلتزم بالتغذية والسوائل اللي احنا هنتكلم عليها دلوقتي، ان شاء الله ما يحصلش فيها مشاكل، وهي تقدر تكون تتأقلم الى إدرار الحليب على مدار اليوم. بس اذا حصل لها اي اعراض من جفاف او صداع او دوار او الجفاف في الفم، ساعات كده هو بيحصل عطش شديد، يبقى هنا هو هنقول للام لا، عليكي انك انت تعيدي التفكير في الصيام. ساعات بعض الامهات بتشعر بالدوخه والدوار والضعف، فدوت برضو يخليها تستشير الطبيب بتاعها. صحيح. وتعيد التفكير برضو في رمضان. طب ايه هي التغذيه المهمه للام المرضعه اثناء الصيام؟ صحيح. اللي ينصح به من ال WHO او منظمة الصحة العالمية، ان احنا الام تعتمد في غذائها على الفواكه والخضروات، ويهمنا الحاجات الطازجة واللي هي بتدر سوائل للام. يعني عاوزين الحاجات اللي هي تضيف سوائل للأم على مدار فترة من الفطار إلى السحور. تشرب السوائل كتيرة، والمقصود بالسوائل مش العصائر اللي هي مجهزة وتكون فيها إضافات سكرية، لأن دوت ما بننصحش بيه، بس ممكن تشرب حليب كتير، تشرب مية كتير، ودوت مهم جدا بالنسبة للأم المرضعة، وبتعوضها عن الصيام الطويل بالنهار. بينصح انها تبتعد عن الكافيين والمشروبات المحلاة زي ما احنا قلنا، لان دول بيسببوا عطش فيما بعد. برضو استخدام الملح الطعام يكون خفيف، عشان برضو الملح، زيادة الملح والمخلل والزيتون والأمور الأكل الحار بيسبب عطش فيما بعد. ينصح وجبة السحور كمان ديت مهمة، لازم يكون فيها التوازن ما بين البروتين والكالسيوم، فممكن الأم تاخد الجبنة واللبنة والفول والحمص بالإضافة إلى البيض، لأن دول بيزودوا السعرات الحرارية
اللي هم يكفوا الأم من الصباح حتى وقت الإفطار إن شاء الله. دوت الحاجات اللي تنصح بيها بالنسبة للأم. برضو برجع وبقول المشروبات المحلاة أو المشروبات الغازية إن أنصح إن هي ما نستخدمهاش، وإن استخدمناها يبقى نستخدمها بقدر قليل جدا. ده بالنسبة للأم. هل من الممكن أن الطفل يتأثر إذا الأم قامت بصيام شهر رمضان المبارك دكتور؟ أقول لك على حاجة، الأبحاث قالت إن هو لا، لأن الأم قادرة إن هي تحافظ على كمية الحليب لمدة 24 ساعة. أيوة لو هي ما خدتش التغذية أو كانت صايمة لمدة 24 ساعة ممكن تحافظ على إعطاء الحليب. أيوة. بس برضو لازم الأم زي ما قلنا في الأول إن هي تبقى تراقب سلوك الطفل بتاعها وتشوف العلامات اللي هي اتكلمنا عليها، عدد الحفاضات الرطبة أو عدد حفاضات البراز. إذا قلت إذا لون البراز إذا لون البول الله عزك لونه غامق وداكن، فدوت برضو معناها إن هو بدأ يدخل في نوع إن هو مش ما بياخدش السوائل التي تكفيه في ذلك الوقت. فعليها إن هي تعيد التفكير في الصيام، وفي ساعات بيقولوا عليها اللي هو الصيام المتقطع أو الصيام الجزئي، إن هي تبتدي يومها صايمة، وإذا حست في أي فترة إن الطفل بتاعها بيتأثر إن هو طبعا ننصح إن هي توقف الصيام، وصحة الطفل بتاعها تكون أهم عشان ما يأثرش على الصحة العامة أو على تركيز الطفل. جميل. ونموه أثناء شهر رمضان الفضيل. هل في من نصيحة أخيرة حاب توجهها للمرأة المرضع خلال شهر رمضان؟ نصيحة أخيرة دكتور. نصيحة حقول لكل أم، أنت اللي تقدري تحكمي على الرضاعة الطبيعية في أثناء شهر رمضان. أنصحك بشرب المية كتير جدا قبل السحور أو وقت السحور. أهم حاجة الراحة. أهم حاجة كمان أنك أنت تاخدي المواد الغذائية اللي هي فيها الزنك والمغنيسيوم والبوتاسيوم، عشان دول بيساعدوك على تقويك أثناء فترة الصيام. إذا حسيتي بأي تعب يبقى لازم تستشيري طبيبك. صحيح. أو الاستشاري الرضاعة الطبيعية دلوقتي، وهي ديت النقاط اللي هي أقدر أوصلها لكل أم. جميل. وأتمنى للكل صيام سعيد، والأطفالنا أجيال أحسن وأحلى إن شاء الله. دكتور خالد العطوي استشاري طب الأطفال الخدج بمستشفى لطيفة، كل الشكر على المعلومات الجدا قيمة اللي عطيتنا إياها، وكل الشكر على وقتك الثمين. يعطيك ألف عافية دكتور. كتر ألف خيركم وشكرا، وكل سنة طيبين. أنت طيب وأنت بخير وسلامة. كان معنا الدكتور خالد العطوي يحدثنا عن الرضاعة الطبيعية وماذا تأثير الرضاعة الطبيعية على صحة الطفل وصحة المرأة في رمضان. تحدث عن العديد من النقاط. النقطة اللي جذبت انتباهي مستمعينا أن بإمكان المرأة المرضع أنها تصوم رمضان وفي نفس الوقت تقوم بإرضاع طفلها، ولكن ضمن بعض النصائح والقيود اللي لازم هي تنتبه لها أثناء صيامها هذا الشهر الفضيل. وأيضا كل الشكر وكل التحية لها، لأنه من ضمن الأشخاص والأمهات اللي قرروا أنهم يكملون إرضاع أطفالهم، لأن احنا كلنا نعرف أهمية الرضاعة الطبيعية للأطفال، وخصوصا في الشهور الأولى من أعمارهم. ما في شيء يعوض عن حليب الأم، ما في شيء بإمكانه أن يعوض عن الفائدة الموجودة في هذا الشيء.
كل الأمهات اللي متخذات القرار في إرضاع أطفالهم، كل الشكر والتحية لهم. أنا حابة يعني أقول يعني ما شاء الله عليكم، استمروا ويعطيكم ألف عافية. هاي كانت فقرتنا لليوم عن الرضاعة الطبيعية وصحة الطفل والأم. مستمعين الأعزاء، قبل ما نختم حلقتنا أرجع أذكركم ببعض النصائح اللي لازم تتبعونها اليوم، بما أنه ويكند وأكيد راح يكون في تجمعات عائلية، أكيد بيكون في تجمعات بين الأصدقاء. حاولوا أن تقتصرون هذه التجمعات للعدد المسموح لكم، حاولوا أنكم أنتوا تلتزمون بإجراءاتكم الاحترازية أثناء تواجدكم في هذه التجمعات. اقتصروا تجمعاتكم على الأهل والأقارب الجدا قراب منكم. إذا أي حد عنده أي أعراض أو أعراض تنفسية أو حمى أو ما إلى غير ذلك، يعتذر عن حضوره لهذه التجمعات. اللي ما أخذ موعد لحصوله على التطعيم يبادر اليوم ويحصل على موعد لحصوله على تطعيم كوفيد-19، لأن التطعيم هي إحدى المفاتيح الرئيسية في حمايتنا ضد المرض، وأيضا إحدى المفاتيح الرئيسية اللي راح توصلنا إلى مرحلة تجاوز هذه الجائحة، وصلنا إلى حياتنا الطبيعية إن شاء الله. لا تنسون أنكم أنتوا ترتدون كماماتكم طوال الوقت، وأيضا أنا وايد أحب أنوه بالطريقة الصحيحة. ما في فايدة إذا أنت لابس كمامك بطريقة جدا غلط، ما شي فايدة أنت لابس كمامك ولما تتحدث مع صاحبك تنزل الكمام، الفكرة الكمام أنها تحميك وتحميه من أي عدوى إن وجدت. لا تنسون أنكم تحافظون على نظافة إيدينكم، يمكن مليتوا من كثر ما إحنا نعيد ونزيد عليكم في هاي النقاط، ولكن صدقوني هذه النقاط الجوهرية عشان تحمينا من الإصابة بعدوى كوفيد-19. حاولوا قدر الإمكان أن تجمعاتكم تكون ضمن العدد المسموح. حاولوا أن التجمع يعني اقتصروا بأقاربكم، عدد ساعات معينة. انتبهوا وايد إذا كان موجود في التجمعات كبار السن، انتبهوا حافظوا عليهم، أنتم مسؤولين عنهم. انتبهوا إذا كانوا موجودين أيضا أصحاب أمراض مزمنة، لأن احنا نعرف أن وطأة المرض عليهم بتكون أشد وطأة عليهم، فإحنا أيضا مسؤولين عن حماية أنفسنا وحماية الجميع، لأن الكل مسؤول عن الجميع. كل بهذه النقاط أنا حابة أختم حلقتنا لليوم. كل الشكر لفريق الإعداد عندنا في هيئة الصحة في دبي، كل الشكر للأستاذة إسراء الهاشمي كانت معانا اليوم في التنسيق والمتابعة، وأيضا مخرجنا المبدع اليوم، أنا محظوظة أن اليوم معانا الأستاذ أيمن سرحيل، كل الشكر لإخراجه المبدع. أشكر إذاعة نور دبي أيضا، وأيضا مستمعين الأعزاء استمتعوا في إجازتكم، استمتعوا في رمضانكم، ولا تنسون إجراءاتكم الاحترازية. كانت معكم محدثتكم الدكتورة هند العوضي، ودمتم بصحة وسعادة. مع السلامة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.